مستوى الماي والشغلات اللي تغيرت هسه. بابا لما كي رافد قشت يك بنيو رباري ديج لدادكين او ديوي دي مني كان بنوي اوي ربارا كما نشان بدات بهوي قرتنوي او للان ولاتي تركيا 91 دولار. رافد مالن لغركي شواكي لسر رباري ديجلا دليل بيرمل لافا في سال 1988 ربارك سرج بو او رشتو تنيو مالكاني غركك والله مثال هنديك شويني ربارك خلق ببيها تو تشودكن الحكومة تخزن المياه في موسم حكومة اللي يقورز او قلد داتوا بلام او دو سالة استي او كبم شوية بهوي كمي باران بارين وكمي بردانوي او للايان تركيا اللي تجينا من دولة تركيا كم بونوي او كاريگري زوري لسر ساماني ماسي دروس كردوا بيشوتر ربارك زياتر لده جور ماسي تيدابو بلام استابشي كي زوري لناو تشون دسكوتي امروي ابو زهرة تنها ماسي ابو السمكة صارت يعني حتى طعامها تغير لأن قلت من سوء تنانت تامي ماسيا كانيش قوراون و تاميان ناخوش بو استام ماسيا اگر بيخوي بوني نوتي لدد بهوي كم بونوي عاستي آوكا ليش قلت بالموي دابازيني عاستي آوي روباركا بو كمتر لدو متر تنها من دالاني دلخوش کردوا شونك استاد اتوانن لنه روباركا ملب کن زیکی لسطا هفته استامانی اوی عراق پش با ولاتانی دراوسه دبسته تر کاتک عراق لروی سیاسی و کشی لگل ترکیه و ایران ها بو بید راستو خود دستیان بو گرتنوی او بردوا پیشوترم نوچه به هوی تیپربونی روباری دیجلو فرات و پیدوترا ولاتی دو روبار بلامسته به هوی کمبونوی او بونی وشک سالی خریک دبید با ولاتشی بی روبار عراق داوای له ترکیه کردول روباری دیجله 400 متر چوار گوشو له روباری فراتیش 500 متر چوار گوشه ای بوبر بداته وا بلهم سپور کی پیوند نیو دولت کان دله ترکیه ملفی او کو کارتی فشار برانبر عراق به کار دهنه و تایبتی دوسی کنټرول کړنی پاکه کله نیو خاچی عراق ملف حزب العمال کردستان بابتی بونی پاکه کله نیو خاچی عراق یی شکل بدله دوسی کان چونکه پاکه کی استا 20 کیلومتر نیو خاچی عراق او زیات له 22 بن کشانه منصة وقاعدة. بفي رابورتي ناتو يقرتو كان عراق بينجم ملاطة لسراستي جيهان ككوتو تجير كاريجري غوراني كشوهوا وو لأستادة للان ولاتاني دراوسي وتنها لسدا سي او بو عراق بردراوتوا بمشكو غاي استي اوي عراق بو 8 مليار متر دابزيوا ديلان برزان كردوسان 24 بغداد.